السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد من دروس فلاتر. في هذا الدرس سنتعرف على كيف نقوم بإظهار سنيك بار، هذا هو الذي يظهر هنا بالأسفل، يعني تقوم بعمل شيء محدد ثم يظهر لك هذا سنيك بار في الأسفل، لديه كونتنت ويمكن أن تظهر فيه أيضا أيقونة. فكيف نقوم بعمله؟ سأشرح لكم طريقتين، الطريقة البسيطة وثم الطريقة العملية التي تستخدم بكثرة، وسنتعرف على شيء آخر يسمى الجلوبال كي وهو مهم جدا خاصة في المشاريع الكبيرة في فلاتر. تعالوا نقوم بعمل تطبيق بسيط جدا في فلاتر، نقوم بعمل تلة رئيسية main application، ستكون عبارة عن material application والهوم. تأكدوا هنا أن يكون داخل الهوم هو عبارة عن scaffold أو scaffold، انطقوها كما تشاءون، يجب أن يكون هو هنا في الأعلى. ثم داخله سيكون خاصية البادي، سيكون داخلها new my application، يعني بهذه الطريقة نقوم بالعملية. الآن سنذهب ونقوم بعمل stateless widget جديدة، ستكون اسمها my app بهذا الشكل لكي يزول الخطأ. ثم نقوم بإعادة تشغيل كاملة للتطبيق. كما ترون تطبيق فارغ، لا يوجد فيه أي شيء، لذلك سنقوم بإضافة أول شيء وهو داخل center. سأقوم بإضافة new raised button والتي هي عبارة عن button بسيطة لا يوجد فيها الكثير من الأشياء، نقوم بالتحديث وهذه هي raised button هنا. دعونا نقوم بإضافة الكود الذي نريد أن نقوم بعمله أو الذي نريد أن نقوم عن طريقه باستدعاء سنيك بار. فأول شيء يجب أن نحدد له scaffold، يعني السنيك بار متعلق بالscaffold، فسنقوم بتحديد scaffold. أول شيء نقول له scaffold off الخاصة بهذا الكونتكست، ثم أقول له show snake bar، فيطلب منك متغير من نوع snake bar، فسنقوم بتعريفه بكل بساطة. سأقوم بتعريف متغير جديد اسمه snake bar، سيكون عبارة عن new snake bar بهذا الشكل. new snake bar يقول لك أعطيني الكونتنت، يعني يجب أن يكون هناك كونتنت. الكونتنت سيكون عبارة عن نص بسيط جدا، مثلا سيقول له hey flutters، لا أعرف إذا كانت كلمة صحيحة لكن المهم، يعني بكل بساطة لدينا سنيك بار هنا، هذا هو سنيك بار هنا، وسنقوم بعرضه عن طريق scaffold of context، سنقوم باستدعائه من هنا. أقوم بالضغط على الزر، فكما ترون يقول لي hey flutters. خصائص سنيك بار يوجد لديه العديد من الخصائص، فمثلا تحدد له المدة التي تنتظرها، مثلا سأقول له هنا ثلاثة، على ما أظن يقول لي duration، لست متأكد من نوع duration، فسأقوم بالبحث عنها duration new duration، فيقول لك هنا بالنوع seconds أو days أو hours، يعني سنحدد له، سأقول له هنا seconds، أريد ثانية واحدة فقط. أمر رائع جدا، هذا ال duration في الفلاتر هو طريق، يعني يتم التعامل معه بطريقة رائعة جدا. يقول لك انتجر وليس دبل، حسنا سنتركها انتجر. ثم نقوم بالتشغيل من جديد لكي نرى كم تدوم مدة ثانية. كما ترون الآن سيأخذ ثانية وليس دقيقة، عفوا كنت أريد أن ينتظر دقيقة لكي يأخذ الكثير من الوقت. عند الضغط سترون الآن كم يأخذ من الوقت لكي يظهر. نعم، بينما يأخذ ذلك الوقت لكي يظهر سأريكم شيء آخر. الشيء الآخر والذي هو الباكجراوند كولور، يمكنكم تحديد الكولورز أيضا. سأقول له مثلا colors dot red، يمكنني تغييره بدون أي مشاكل، بما أنه يقوم بعمله الآن فلا يمكن التحديث. ويوجد شيء آخر هو الانيميشن، الانيميشن سنتركها لوقتها، لكن يوجد الأكشن وهو الزر الذي يظهر هنا، فسأقول له new action snake bar هكذا، وفيها label، الليبل أيضا عبارة عن text، new text، أو دعونا نلقي نظرة على ما هو نوع الليبل. يقول لك string، يعني ستعطيه القيمة مباشرة، النوع الموجود هناك ستعطيه مباشرة. سأقول له مثلا الليبل هي okay، وعند الضغط لا يحدث أي شيء. فدعونا نقوم بالتحديث، عفوا لقد جعلته ثانية ويأخذ الكثير من الوقت، فقط قمت بجعله ثانية لكي أوضح لكم. دعونا نقوم بتشغيل كامل للتطبيق الآن.
نضغط على الزر. يقول لي مشكلة the following. أين هي المشكلة؟ أظن أنه لا يقبل القيمة true، فسنعطيه قيمة محددة. حسنا، لا يقبل القيمة نل. فالآن عند الضغط عليه يقوم بإظهار النص لمدة ثانية، الخلفية باللون الأحمر، ويوجد هنا زر عند الضغط عليه لا يحدث أي شيء. فهذا هو ببساطة سنيك بار، كيف يمكنكم التعامل معه. الآن سأشرح لكم كيفية استدعائه من مكان، يعني من أي مكان، بدون أن يكون هناك شروط عليكم. فأول شيء سأقوم بحفظ هذا العمل الذي قمت به هنا. سأقوم بعمل كنترول إكس لكي فقط أحذفه، وأحذف كل شيء آخر بقي هنا، لأنه أريد أن أقوم بعمل التطبيق من جديد. Main Application سيكون عبارة عن Material Application، سأقوم بعمله مثل ما كنا نقوم بالعمل دائما. Home سيكون عبارة عن New App أو New My App، ثم سنقوم بعمل Stateless Widget سيكون اسمها My App، وداخل هذه Stateless Widget سيكون هناك Scaffold، داخل هذا Scaffold سيكون هناك Upbar عادي مثل جميع المرات التي كنا نقوم في عمل الأبار، ثم سيكون هناك Body، داخل Body سيكون هناك مكون في Center، هذا المكون سيكون عبارة عن Text سنكتب فيه شيء معين، مثلا Click Me، وهذا التكست يجب أن يكون داخل مكون آخر اسمه Inkwell. يعني نقوم بالتنويع لكي نتعرف على الكثير من الأشياء، فنقوم بوضع Inkwell أو نقوم بوضع تكست داخله Inkwell، ثم في On Top أقوم بالعمل التالي. دعونا نقوم بتجربة ما وصلنا إليه الآن. يقول لي اعمل Full Restart، سأقوم بعمل Full Restart ونرى النتيجة. يوجد زر هنا يمكنني الضغط عليه كما ترون، فقط اضغطوا فوق كلمة Click Me وسيمكنكم الضغط. الآن أريد الوصول إلى هذا Scaffold، يعني من هذا المكان أو من أي مكان آخر. فأول شيء سأقوم بتعريف شيء يسمى Global Key. فالجلوبال كي إذا رأيتم في كل ويدجت يوجد خاصية اسمها الكي، يعني إذا ذهبتم إلى الأبار يوجد خاصية اسمها الكي، والسنتر يوجد خاصية اسمها كي، يعني كل ويدجت لديها كي. فهذا الكي هو يعني مثل المعرف لتلك الويدجت لكي تستطيع الوصول إليها من مختلف أجزاء الكلاس الخاص بك أو من مختلف أجزاء التطبيق. فهذه هي فائدة الكي، ويوجد العديد من أنواع الكي. سنستخدم أبسط واحد والذي هو الجلوبال كي. فسأقوم بعمل variable جديد سأسميه scaffold، عفوا scaffold key. scaffold key سيكون من نوع new global key. global key يحتاج إلى generic type، الجينيريك سيكون عبارة عن scaffold state. فلو كان المكون هو upbar فستقول له upbar state، أو يعني على حسب الحالة، ليس دائما تكون هكذا بهذا الشكل، ويمكنكم أن تتجاهلوه. فنقول له النوع Global Key، وهذا هو يعني فقط نحدد له Global Key ونوعه، وهذا هو كل شيء. فهكذا قمنا بتعريف Global Key. سنعطيه لهذا Scaffold، وهذا هو Scaffold. الآن يمكننا الوصول إلى هذا Scaffold من أي مكان عن طريق هذا Global Key بكل بساطة. فلو قمت بعمل دالة سأسميها Show Snake Bar، هذه هي الدالة. الدالة لن تقوم بالكثير من الأشياء، عفوا Show Snake بار، أظن أني كتبتها بشكل صحيح، أتمنى ذلك. ثم أقوم باستدعاء نفس الكود في العملية السابقة لكنها مختلف هذه المرة. فقط أقول له scaffold key لأني أعرف الآن ما هو scaffold الذي أريد الوصول إليه. ثم أذهب إلى current state، ثم أقول له show snake bar. أحتاج إلى snake bar، هو لدي واحد قمت بعمله قبل قليل، وهذا هو سنيك بار. وكما ترون لا يأخذ منك الكثير من الوقت لكي تقوم بفهم فكرة الجلوبال كي، ويعني الهدف من هذا الدرس هو سنيك بار، لكننا أيضا تعرفنا على أيضا الجلوبال كي أيضا. فالآن إذا ضغطت على الزر من المفروض أن يقوم بإظهارها. لماذا لم يقوم بإظهارها؟ لأننا لم نقوم بالربط بين العملية هذه. فسأقول له عند التاب سيقوم بعملية شو سنيك بار بهذا الشكل. نقوم بعمل Full Restart ثم نضغط هنا على الزر.
كما ترون نجحت العملية. ففي البداية تعرفنا عليها عن طريقة بسيطة جدا، لكن تتطلب أن يكون السكافولد داخل الماتريال ابليكيشن، يعني يكون هو في الأعلى في أعلى شجرة العناصر. ويمكننا أن نستخدم الطريقة الأفضل أو الطريقة المثلى في هذه الحالة، وهو عن طريق إنشاء جلوبال كي يشير إلى ذلك سكافولد. والآن يمكننا الوصول إلى ذلك سكافولد عن طريق أنحاء الكلاس كله، وإذا أردنا الذهاب إلى كلاس آخر فقط نقوم بإرساله. إلى هنا ينتهي درس اليوم، أتمنى أن يكون أعجبكم. أعرف أني شرحت لكم كثير من الأشياء الجديدة، وكما قلت لكم أقول لكم دائما إذا كان هناك أي مشكلة أو شيء لم تفهموه وتريدون شرح مفصل له، اتركوا لي سؤال في التعليقات وسأقوم بشرحه بإذن الله.